طلبتي لي عصير؟ يور فيفرت. مرحبا بالصداع، شحالك؟ شو رايك؟ وش رايك بالكشخة؟ عرسك اليوم؟ والله ما في عرس، بس في عندك بنت حلال حواليك نص اماراتيه نص كوريه، خبريني. بالضبط، وايد رسمي يعني، ام سوري. بس حلو، شو الستايل بيعني لك؟ يعني الستايل شيء يكون مريح، بس ما يكون بعد يعني رسمي وتايت. شو قصدك رسمي وما رسمي ورص عمري؟ ما اعرف يعني، انت شوف نفسك بتعرف، ما اعرف يعني. انا هلا كثير مرتاح، قاعد مرتاحه، نظارات بتشمس ولابس بدله، وعادي ممكن اقوم اعمل لانجز كمان عادي. لا 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 إيه. اوكي، وفي دراسه بتقول لك انه 33% من النساء بحبوا الرجل يكون لابس بدله، بيحترموني اكثر لانه عندي ثقه اكثر وداخل يشتغل يعني. بس يعني الرسميه هاي ما راح تودي مكان حلو، بعد يكون لك حضور خفيف، لابس شيء مرتاح منه، لون شوي يعطي شبابيه للموضوع. خف من هيك وزني 69 كيلو. انا بحس ما له خص يعني، انا اللبس الرسمي هو لوك، ولوك لانه كلاسيك بيضل موجود على طول. اللبس الفانكي الهيبستر انا يعني وايد عاجبني لبسك اليوم. هي ولكن بس انا مش عارف هذه عبايه ولا روب ولا سجاده ولا. انا بقاطعك، انا عندي زيه على تخت، حاطه هذا على اخر تخت. والله شوف شوف شوف، حلو، انا كسرت التقليد صح؟ صح، بس بعد حلو كل فتره تكون لاحق الموضه. مثلا شوف، انا الحين لابسه اشياء ملونه، هاي السياره شو صفرة؟ يعني في جرأه في الموضوع، حتى اللي ياخذون هالسياره ممكن يكونون جريئين مثل ما انا لبستها لعبه وكنت جريئه. انا شايفها كلاسيك كامله، كلاسيك. طب اعطيكي مثال ثاني، الاغاني. اوكي، انا بحب الاغاني الطرب القديمه لانها لحد الحين ام كرتون كلنا بنحبها بنسمعها. كل واحد له زمنه بعد. لا بس صراحه في فرق بين بوس الواوا وفي فرق بين انت عمري انت عمر اللي ابتدى بنورك صباح. خليها شوي هيبستر. كيف؟ بس غن يلا، واحد اثنين ثلاثة. انت عمري جب 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 جب. يا سلام يا سلام.